نجي في التاريخ، ما هو أصل الحقيقة الصومالية؟ هي بنتو، وبنتو هو لونه مسود، هي الصوماليين الحقيقيين. أول شيء تحية لك، تحية إلى ابن قارتي، قارتنا كلنا، قارة أفريقيا طبعا، والنعم فينا كلنا. ثاني شيء والمهم هو أنا أتفق معك في نقاط، ألا وهي نقطة لما قلت أنه الشكل ليس مهم، ليس بمهم، وأنه الأخلاق هي الأهم. نعم صح كلامك، أنا ياما شفت ناس أشكالهم جميلة ولكن الله المستعان يعني منتهية الصلاحية، لا أخلاق ولا شيء. هذا نقطة أنا أتفق معك فيها. وكمان نقطة الحرب الإلكترونية للأسف اللي صايرة في هذا التطبيق بين الصومال والسودان أو الصومالي والسودانيين، طبعا إحنا كلها ضد وعيب، وأنا أطالبهم من هالمنبر إنهم يتوقفوا عنه، وأبشركم هي أغلبها حسابات وهمية، خاصة أنا بحكي على اسم بلدي الصومال. يا أهل السودان، أنتوا أهلنا وشعبنا وحبايبنا وناسنا، تمام؟ اللي قاعد يحط هالصور، وهي إحنا عرفنا من خلال تعقب بعض الحسابات هذه إن حسابات ما هي صومالية أصلاً، حسابات وهمية عشان يوقعوا بيننا، تمام؟ فلا تسمعوا لهم، أوكي؟ هذا أول شيء. بس أنا ما أتفق معك يوم أنت قلت إنه أصل الصوماليين بانتو، تمام؟ الصوماليين أصله مش بانتو. أنا تقريبا من فترة مش بعيدة نزلت فيديو هنا في السوشيال ميديا على حسابي، عندنا إحنا صوماليين من أصول إيطالية وبرتغالية وأصول هندية وبلوش وصينيين وأصول ماليزية، وعندنا أصول أيضا من الهند أيضا ذكرتها، ومن العرب عندنا صوماليين من أصول عراقية وعمانية ويمنية ومصرية وبعض السوريين وإيرانية، وفي من قريب كمان عرفت صوماليين من أصول كردية، وعندنا كمان صوماليين من أصول تنزانية وكينية، وهم اليوم اللي نقدر نقول عليهم البانتو. طبعا هذه العرقيات كلها اليوم هم صوماليين، بس كلهم بيسكن أول شيء في الجنوب، يعني منطقة مقديشة وبراوة ومركة، ما لهم وجود لا في الشمال ولا في الشرق، في منطقة الأنهار بالضبط. وهذول الأقلية يعني لما نشوف بالعرق الصومالي هم كلهم على بعضهم ما يجون إذا كثروا من تقريبا 14% إلى 10% إلى أقل، حتى إلى أقل، ومن ضمنها قومية البانتو اللي هم اليوم صوماليين. طبعا كلهم اليوم مواطنين صوماليين، طبعا كلهم وصلوا في أوقات متعددة، طبعا وأغلبهم وصل وقت الإسلام أكيد. بالنسبة لقومية البانتو اللي عندنا في الصومال، هذه القومية وصلت يعني موجودة بالكثير 200 سنة، يعني الواحد منهم بيعد 3 أجدادي مثلا ماكسيمون، أوكي؟ وللأسف الشديد في معلومة تاريخية، طبعا أنت عندك غلط هاي المعلومة التاريخية اللي نشرتها. المعلومة التاريخية اللي عندي أنا قديش في القناة يعني تقريبا سنة، تمام؟ أنا دائما أتحاشى أني أذكر هذه المعلومة أبدا، ولكن أنا مضطرة اليوم أن أقول هاي المعلومة، واللي هي أنا بالنسبة لي أصنفها أنه هو التاريخ الأسود لنا كالصوماليين. وشو هي المعلومة هاي؟ سلاطين الصومال، تمام؟ في بعض منهم تورط، بعض السلطنات الصومالية تورطوا في تجارة الرقيق أو تجارة البشر، تمام؟ ففي هذه الفترة طبعا تجارة البشر كانت موجودة قبل الإسلام وبعد الإسلام، وللأسف الصوماليين كانوا فعلا متورطين بهذه التجارة. وانتوا بتعرفوا احنا نقع في منطقة استراتيجية وأطول ساحل في أفريقيا، فهذه التجارة كانت جدا منتعشة، أوكي؟ ففي سلطنات فعلا يعني تاجرت فيها، وكانوا فعلا استوردوا البشر للأسف الشديد، وكانوا بيشتغلوا معاهم أو لهم. وفي سلطنات كانت فقط محطات عبور، تمام؟ وفي سلطنات تاجروا فيها ومحطات عبور بس ما عاشوا معهم، فالقومية هذه اللي هي اليوم جزء من الصومال، هذه القومية وصلت الصومال مثل ما قلت لكم عن طريق تجارة الرقيق.
بالنسبة لنا إحنا كالصوماليين، هذا إذا أنت قرأت التاريخ، لا يا طيب، إحنا موجودين في شرق أفريقيا منذ الأزل، من زمان يعني. يعني حتى إحنا كالصوماليين نعتبر من أقدم شعوب الأرض، وإحنا شكلنا أصلا ما تغير، تمام؟ بالنسبة للبانتو، أعتقد أنت بانتو، ما أدري يعني، وبانتو تعتبر من القوميات الكبيرة ترى في أفريقيا. البانتو كأصل من وين إجوا؟ هم مش السكان الأصليين لشرق أفريقيا، هم السكان الأصليين لغرب أفريقيا، تمام؟ وهم هاجروا هجرات كبرى من غرب أفريقيا إلى شرق أفريقيا قبل الميلاد بألف سنة، يعني إحنا عم نحكي قبل 2500 سنة ل3000 سنة فقط وهم موجودين في سواحل شرق أفريقيا، أوكي؟ وأصلا معروفة هي الهجرات، يعني حتى أنت فيك تدور عليها، اسمها بانتو إكسبانشن، توسع البانتو، انتشار البانتو، عادي يعني، تمام؟ واليوم هم سكان الموجودين في كينيا وتنزانيا، هيك وانت رايح على جنوب أفريقيا. وإذا أنت تقصد، طبعا أنت واضح يعني فكرتك، أنت من مناهضي الأفرو سنتريك، أنا ضدهم بصراحة، لأن حركة الأفرو سنتريك هي حركة غربية وجت من أفريكان أمريكان الموجودين في اليو اس اي، هي أنا بحسها دخيلة على القارة وتفرق بينها. فطالما أنت واضح من طرحك، وأي شخص يعني هو يؤيد أفكار الأفرو سنتريك، هذا الحركة تمام تهضم حقوق أمم من ضمنها إحنا كالصوماليين. العبرة يا صديقي ليس في اللون، تمام؟ العبرة مش في اللون، كلنا ألواننا غامقة، الأغلب سكان أفريقيا كلها، حتى إحنا كالصوماليين إحنا نصنف من بشرة الغامقة، أوكي؟ أو البشرة، إحنا بشرتنا من بني لغامق، إحنا ملانا شقر ولانا بيض، أوكي؟ بس إحنا موجودين من زمان يعني، إحنا اليونانيين بيعرفنا، الصينيين، الفرس، كل الأمم القديمة كلها تعرفنا ومرسومين وموجودين. هذا هو شكلنا، طول، الملامح الناعمة، البشرة الغامقة، رعي الجمل، فهمت علي؟ يعني كل أمة لها مميزاتها. إحنا الشعوب يمكن النادرة في الدنيا اللي ما تغير منذ آلاف السنين لهلا، بس اللي تغير فينا الأديان فقط، بس إحنا ك ك ك كإرث، كثقافة، كلغة ما تغيرنا. في أمم خلاص اندثرت، في أمم يعني تغيرت مع الوقت، تمام؟ إحنا ثانية كالصوماليين، أنا قد ما قريت، إحنا مالكي الأرض، يعني طول عمرنا إحنا ساكنين هون، ما حدا سكن قبلنا. وفي أمم ثانية هاجرت لنا واستقبلناهم موجودين، وإلى الآن في ناس تهاجر لنا. يعني أنا كحضارة، أنا بنتمي إلى The Land of the Bund، مملكة البنط القديمة، حضارة البنط القديمة اللي هي أقدم حتى من حضارات كثيرة موجودة بأفريقيا. فلما أنا يطلع لي واحد من أفرو سنتريك ويقول لي لا والله البانتو هم الأصل، ليه؟ لأنه هو ملامحه يعني هو هيك يقيس، تمام؟ إنه ملامحه هو والله أفريقية صحيحة، أنت مش أفريقية صحيحة. يا حبيبي العبرة مش في الملامح ولا في اللون، العبرة هيك. ثاني إحنا هذه إشكالنا الحين، هذولا مشاهير اللي موجودين في الغرب، تمام؟ الحين في مجال الموديلينج أو العرض الأزياء أكثر الناس المشتركين فيها في أفريقيا، وبين حتى إذا قلنا يلا دول العربية، هذه هذول هم، هاي هي أشكالهم يعني من زمان إلى هيك، هيك أشكال الصوماليين. وفي شغلة ثانية، أنت قلت الصوماليين عنصريين، إحنا مش عنصريين، إحنا لو عنصريين إحنا أمم ثانية ما كنا استقبلناها. حتى إحنا عندنا، يعني إن شاء الله بعمل منها شيء مرة حلقة، إحنا حتى عندنا صوماليين يهود وأسلموا خلاص، اندمجوا، ترى الدين اليهودي في الأمم الأخرى ترى ظلوا معتنقين دينهم إلى يوم الحالي، ما تركوها، إلا إحنا اللي بيهاجرننا على طول بيذوب في ثقافتنا، لأنها هي ثقافة تستقبل الغريب. وأنا بقول لك من هلا إنه أفرو سنتريك هذه ثقافة دخيلة على القارة، وإحنا نرفضها كصوماليين، ولا تفرق بيننا وبين الصوماليين بالبانتو. البانتو الصوماليين موجودين، هم مواطنين صوماليين ولو كانوا أقلية ولو كانوا عرقية، يعني حتى يقال إنه عددهم 500,000 و600,000 بهالحدود هاي لوحدهم، تمام؟ فهذه القضايا لا نريدها. وثاني مرة لما بتطرح على الصومال، اقرأ أكثر عنها وعن الأمم الثانية قبل ما أنت تفتي. معلومة أخيرة على السريع، لما المستعمرين وصلوا إلى القرن الأفريقي، مطلع القرن 18 و19، تم تصنيف الصوماليين على أساس أنهم العرق القوقازي، وكمان يصنفوا الأمريكيين الصوماليين الموجودين عندهم أنهم من العرقية البيضاء. عشان بس تعرفوا أنه كل هذه التصنيفات ما هي إلا تصنيفات غربية بحتة،
وأنا ضد كل هالتصنيفات البشرية هاي، ومن ضمنها الأفروسنتريك، وبؤمن إنه البشر واحد في النهاية.